نعيش بين واقع وأمنيات ولا ندري ما إذا سوف تتحقق يوماً ما، أم هي أحلام تراودنا وتخفو في صدورنا لا نعلم، لكن نحتفظ بها في صندوق ذاكرتنا. ربما ستظهر يوماً، وربما هي من يجعل حياتنا البائسة سعيدة. سعيدة. جميلة هي تلك الأحلام، تكبر وتزيد مع الأيام. أحياناً نراها مجرد أوهام، وأحياناً نقول هي مجرد كلام. حتى وإن لم تتحقق، ربما تدفع بنا إلى الأمام. فما الحياة بدون أحلام؟